أعذرني، سأرحب أيضا من الرياض بالدكتور سعود الغربي رئيس جمعية إعلاميون، وهو قد انضم معنا مباشرة. أرحب بك دكتور سعود معنا. أشار الأمين العام للجامعة العربية بأن غاية إسرائيل وما تفعله هو إزاحة مجتمع بأكمله بمؤسساته القائمة وبنسيجه الجامع والقضاء على إمكانية استعادته في المستقبل، وهذه الإشارة طبعا هي إلى المجتمع الفلسطيني وإلى الفلسطينيين وقتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة، ولكن أردف بنوع من الحزم بأن الأمانة الإسرائيلية لن تتحقق. لماذا الأمانة الإسرائيلية لن تتحقق ونحن في 76 عام أو 77 عام من المحتل الإسرائيلي دكتور سعود؟ أولا طبعا أقدر لكم هذا الترحيب وأصبح عليكم بالخير وعلى ضيوفكم الكرام. ولا شك أن اليوم الأمة العربية والإسلامية بدعوة من المملكة واستضافة كاملة تعقد هذه القمة الحاسمة والمؤثرة في توقيتها، وكما أشار ضيفكم مصر أن هذه القمة تأتي تقريبا بعد أسبوع من انتخاب الرئيس ترامب وتغير الإدارة الأمريكية، وبالتالي هناك جهود حثيثة تبذلها المملكة بتشكيل اللجنة العربية الإسلامية لفرض الحقوق الفلسطينية واستخدام السياسات الدبلوماسية والتواصل رفيع المستوى مع الكثير من الدول التي غيرت موقفها في هذا الجانب. اليوم القمة صدر منها مجموعة بيانات مهمة وقرارات حاسمة، وكان من أبرزها وأحدثها هو مطالبة الدول المصنعة للأسلحة بعدم تصدير الأسلحة لإسرائيل لأنها ترتكب كارثة إنسانية ومجازر في حق الشعب الفلسطيني. والمملكة والدول العربية والإسلامية تعمل معا بهذه الوسائل الدبلوماسية التي يعني تعتمد عليها اعتماد كبير وتعتبر جزء من أدواتها الرئيسية في تغيير هذا الواقع المؤلم بالنسبة لفلسطين أو لبنان. وتضمن هذا الحديث في كلمة سمو العهد أن المملكة يعني مستمرة في موقفها من العمل على أخذ الحق الفلسطيني ويعني التصدي لهذه الإبادة الجماعية التي ترتكب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد أن إسرائيل يعني ترتكب جرائم أممية ويعني تهدد الكيان الأممي للمنظمات التي اتفقت شعوب العالم ودول العالم على تأسيسها لتساهم في صيانة السلم العالمي والأمن العالمي والتوافق العالمي، وأن يكون هناك احترام لهذه المواثيق والمعاهدات والبنود التي بنيت عليها هذه التجربة البشرية الأصيلة في تعزيز السلم والسلام ونشر الوئام بين المجتمعات. إسرائيل لا شك أنها تضرب بهذه القيم وهذه المواثيق عرض الحائط وترتكب مجازر يعني إنسانية ومؤلمة بحق الشعب الفلسطيني، وأثبت الشعب الفلسطيني رغم كل هذه القوة الجبارة وهذا العمل يعني الغير إنساني واستخدام القوة المفرطة ويعني استخدام الأسلحة على كل المستويات إنه صمد ونجحت الدول في تقديم الدعم والعون لهذا الشعب، والمملكة فتحت جسر جوي للشعب يعني مساندة الشعب الفلسطيني. وكان أيضا من النقاط المهمة في القمة التي تحدث عنها سمو ولي العهد السعودي أن يعني تمكين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإغاثية مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أرض الميدان وإسعاف المصابين وإنقاذ الأطفال والنساء وتوفير الحد الأدنى من سبل العيش في هذه الظروف
القاسية. أيضا طالبت بتحرك دولي، أن المملكة والدول العربية متمسكة بحل الدولتين كحل أساسي لهذه القضية، وأنه هو المخرج الوحيد الذي سيمكن الشعبين من التعايش بشكل طبيعي، وأن يعني دولة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها الحكومية والمجتمعية تجاه الشعب الفلسطيني. وبالتالي نتمنى أن هذه الخطوات العملية التي أشار لها الزملاء وبرهنت عنها هذه القمة أنها تستمر، وأن أيضا نكسب المزيد من التأييد الدولي، وأن الجهود الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل الفرحان أن تؤتي ثمارها، وأن يكون هناك فعلا في تحول مؤثر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي يعني تعتبر هي المظلة الإنسانية والقانونية والنظامية لجمع الشعوب العالم في وئام وسلام واحد بإذن الله. دكتور سعود، أشكرك على الإضاءة على العديد من النقاط الهامة فيما ورد في هذه القمة.